أعزائي العرب والناطقين باللغة العربية في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. أخوكم مصطفى يحييكم من أرض البرازيل ويقدم لكم برنامج رحلة البحث عن الله، عالم علوم الأرواح للعالم الفرنسي ألان كارداك. أهلا بيكم، أتمنى تكونوا جميعا بألف خير وألف سلام. النهاردة معانا موضوع جديد من كتاب الذاكرة الأزلية للدكتور مايكل نيوتن، وهو طبيب نفسي كان بيقابل اللي متابع الحلقات عارف طبعا، لكن أكرر للجداد، يعني هو طبيب نفسي بيعمل عملية ريجريشن، الرجوع بالذاكرة، والإنسان بيشوف حياته السابقة وإزاي توفى وذهب إلى عالم الروح. والنهاردة هنتكلم عن الأرواح في الوحدة، وما هي الأرواح، الروح الواقية معناها ايه ديت، مين هم الارواح الواقية دي، ومين هم ارواح رعاة الحياة. وبعدين هنشوف في حلقة قادمة من هذا الكتاب برضو ارواح متقدمة جدا من كواكب اخرى ممكن تأتي وتساعد الناس على كوكب الارض في عملية التقدم. احنا ما زلنا شغالين في عملية ترميم الطاقة للروح، وهنتعلم النهاردة ازاي إن الروح بتسيب جزء من الطاقة بتاعتها في عالم الأرواح، بحيث إن هو لو رجع توفى بشكل عنيف جدا ممكن إن هو تضخ للطاقة دي عشان يرجع في حالته العادية، يبقى عنده الحيوية وكله تمام. ففي أرواح من هذا النوع اللي إحنا هنتكلم عليهم دول فعلا بيبقوا أرواح قوية جدا وتمام، لكن ممكن يكونوا ماتوا بطريقة عنيفة جدا. هم يفضلوا الوحدة، عايز أوضة ضلمة، عايز ينام، واخد بالك، زي أوضة نوم مغلقة عليه، مش عايز يتصل بحد، مش عايز يسمع حاجة، مش عايز يكلم حد أساسا، علشان هو يحاول إيه الطاقة بتاعته تعود من جديد يعني. أوكي، النهارده معانا برضو قصة شاب جندي توفى في بعد الحرب العالمية الأولى، وهو بيحارب، هو شاب مغربي وكان بيحارب العدوان الفرنسي، الاستعمار الفرنسي. تعرفين فرنسا وإنجلترا استعمرونا جدا، وعارفين انتوا مشاكل الاستعمار، يعني احنا بندرس في التواريخ كده، احنا ما عاصرناهاش. انا الحمد لله ما اتولدت كان الاحتلال الانجليزي خرج من مصر اساسا، فالاحتلال ده عمل مشاكل كبيره جدا، واخد بالك. في احتلال العرب برضو جم احتلوا، ومشاكل الامازيغ والحاجات دي، فدايما كان في مشاكل. والجيوش اللي بتدخل دي بتعمل بترتكب حماقات كتيرة جدا من تعذيب وأشكال رهيبة جدا، حتى لما بيقع حد في الأسر. فالشاب ده وقع في الأسر وعذبوه جدا جدا، وسابوه بدون أكل وبدون شرب، وفي موجود في الصحراء، ومات من هذا الشكل يعني، بدون أكل بدون شرب تحت وطأة التعذيب، علشان يعترف على أصدقائه مين هو قائد الحملة والحاجات دي كلها. الجيش بتاعه هو ما اعترفش على أي حد، وبذلك هو توفى. فالقصة دي مهمة جدا عشان تعرف إيه بقى دوره لما ذهب عالم الأرواح، واحتاج يستريح إزاي، وإزاي رجعته للطاقة. فموضوع شيق يعني. أوكي، يلا بينا مع بعض نروح لكتاب الدكتور مايكل نيوتن، وهيدي مقدمة، وبعدين لأن احنا درسنا مع بعض في مرة أخرى أرواح في العزلة بتختلف عن الأرواح دي، كانت لها حالة مختلفة. دلوقتي الأرواح اللي في الوحدة دي والأرواح الواقية والرعاء اللي هم رعاية الحياة دي أرواح مختلفة، فاحنا ندرسهم مع بعض بسرعة يعني. أوكي يلا بينا. أرواح في الوحدة، ده من كتاب مايكل نيوتن الذاكرة الأزلية. دكتور مايكل نيوتن بيقول إيه؟ لقد شرحت في الفصل الأخير كيف تغادر الأرواح المختلة وظيفيا التي اختبرت الموت الجسدي أجسادا، وتلجأ إلى العزلة لبعض الوقت. دي اللي احنا شرحناها في فصل سابق، اللي ما شافش سلسلة الذاكرة الأزلية يا ريت يرجع يشوفها يعني.
إنها ليست أشباحا ولكنها لا تقبل الموت ولا تريد العودة إلى ديارها. دي اللي هي الأرواح اللي في العزلة، اللي احنا شوفنا حالة عنهم دول. هم ما هماش أشباح، هم إيه؟ لا يقبل الموت ولا يريد العودة إلى دياره، مش عايز يدخل عالم الأرواح، مش عايزكم، مش عايز أعرف عنكم أي شيء. فبيسيبوهم يعني عشان لحد ما في بره يخرج يعني. إن النسبة القليلة من الأرواح التي قابلتها في مهنتي وصلت إلى طريق مسدود مع نفسها، مع أنفسها، لأن الشخص لما يجي يتوفى نفس الشيء هو على الأرض، هو في عالم الروح. لو عنده مشاكل نفسية، عنده حالة، متعصب، ما بيتغيرش يعني، ما زال نفس الشخص يعني. ويتمثل أحد الأعراض الرئيسية بالاكتئاب. في نهاية المطاف يقنعها المرشدون المتعاطفون بالعودة إلى قلب عالم الروح. أنا أدعوها أرواح الصمت. كما ذكرت أيضا أن ذلك يعد جزءا من النشاط العادي للأرواح السليمة في عالم الروح لدخول فترات زمنية هادئة بعيدا عن الآخرين. قد تستخدم الأرواح هذا الفاصل الزمني من أجل التواصل مع الناس الذين تركتهم وراءها على الأرض، إلى جانب التأمل في أهدافها. دي إيه اللي هي الأرواح اللي في العزلة اللي ما شافهاش يرجع يشوفها، فهو بيذكرنا علشان يشوف الفرق وبين الأرواح في العزلة واللي إحنا هنشوفه النهاردة. أوكي، بالمقارنة مع ذلك ثمة فئة أخرى من الأرواح الصامتة اللي هيتكلم عليها النهارده، التي اعتبرها أرواحا في الوحدة بالمقارنة مع الأرواح في العزلة. قد يبدو الأمر مماثلا، ولكن في الواقع الاختلافات كبيرة. إن الأرواح التي تنشد الوحدة هي أرواح سليمة مرت بعملية الشفاء، ولكنها لا تزال تشعر حتى الآن بقوة آثار التلوث بالطاقة السلبية، فيما يلي مثال على ذلك. بعد كل حياة أذهب إلى ملاذ للتفكير بهدوء، أراجع ما أريد الاحتفاظ به ودمجه من الجسد السابق وما ينبغي التخلص منه. الآن أنا أحتفظ بالشجاعة وأتخلص من عجزي عن الاستمرار في تعهداتي الشخصية. بالنسبة إلي هذا مكان للفرز، ما أقرر أن يبقى يصبح جزءا من شخصيتي ويطرح الباقي. ده جزء من ارتقاء الشخص في عالم الروح، وإلا لو هيعتمد فقط على عالم كوكب الأرض هيبقى فيه مشاكل يعني، مش هيتطور بسهولة. فدايما تلاقي الشخص اللي هو بينعزل ده هو عايز يعزل نفسه يعني، مع انه سليم وتمام، لكن هو ذكي جدا بيقول لك لا، عايز فترة هدوء، عايز انظف المشاكل اللي عندي، عايز اتخلص من السلبيات اللي عندي، عايز وادمج الشيء الكويس في شخصيتي عشان اصبح شخصية اقوى واتخلص من السلبيات دي، عشان لما يرجع على الارض ما يقعدش يكرر دورة الريكارنيشن بدون تقدم. الغرض من انك تيجي هنا تعمل رينكارنيشن الغرض انك تتقدم. فاحيانا انت محتاج الفترة الطويلة دي حلل نفسك، هدوء، تدرس، شوف الوضع، تتخلص من دي، تعبي طاقة كويسة عشان لما تنزل بشكل افضل، ما تعيش في نفس الايه المشاكل اللي انت تعيش فيها. فنكمل. فقط نوع واحد ومعين، واخد بالك، من الأرواح يشارك في هذا النشاط لفترة طويلة. في كثير من الأحيان سمت أرواح أكثر تطورا تتعمق في التفكير والتأمل عندما تكون وحيدة. قد يكون هذا النوع من الأرواح قائدا طبيعيا مهدور الطاقة من خلال الدفاع عن أشخاص آخرين. واحدة من هذه الفئة هي روح لشخص اسمه آشم، كرست نفسها من أجل إصلاح الآخرين. الروح مؤنث في الحالة دي، بيقول إيه؟ الروح كرست نفسها يعني، بس هو إيه؟ راجل يعني، وغالبا ما تفعل ذلك على حساب ذاتها. ففي ناس بتضحي بنفسها من أجل الآخرين،
بتتحمل العبء، بتحاول تنصر البلد اللي عايشة فيها، بتدافع عن الناس اللي موجودين فيها، والشخص ده بيستشهد، واخد بالك؟ بيستشهد، بيموت، لكن هو متعود على كده. يعني هو دايما ينزل على الأرض عشان يساعد، عشان يخلي الناس تتقدم، يخلي الشعب بتاعه يتقدم، يتحرر من قيود الايه الاستعمار والحاجات دي. بقى الناس دي زي الشخص ده، شخص ممتاز جدا، هنشوف قصته دلوقتي في الحالة رقم 22. في الحالة رقم 22 اللي هو ايه، الانسان اللي هو من المغرب ده، طبعا مرحبا بكل حبايبنا في المغرب. اتمنى يوم من الايام انزل المغرب واتفرج عليها، لان بلد جميلة والناس ممتازين جدا. انا اتعرفت على مغاربة في امريكا، في الولايات المتحدة، وكلت معاهم، رحنا مطاعم جميلة والاكل بتاعهم رائع، والكرم المغربي حاجة ممتازة جدا. كل بلد لها النكهة بتاعتها وشعبها والكرم، حاجة جميلة بصراحة. أوكي، في حياة هذا المريض السابقة حارب الاستعمار الفرنسي في المغرب، وألقي القبض عليه في عام 1934. اقتيد مريضي المقاتل في المقاومة إلى جبال الأطلس في الصحراء الكبرى، وجرى تعذيبه للحصول على معلومات لم يفصح عنها. بعد ربطه إلى الأرض طرق ليموت موتا بطيئا تحت أشعة الشمس الحارقة. فتخيل بقى المنظر ده، رجع طبعا هو عايش دلوقتي حياة أخرى، وبيتكلم اهو مع الدكتور مايكل نيودن، وافتكر حياته زي ازاي اتعذب بهذه الطريقه البشعه، لكن صمت، ما سلمش الناس اللي هم قول معايا المحاربين المغربيين، ما سلمهمش يعني ضحى بنفسه من اجل ايه الاخرين، ومن اجل بلده، ومن اجل الشعب، ودي حاجه جميله. يعني دكتور نيوتن بيسأل بقى، اشرح لي من فضلك يا آشم، يمكن اسمه آسم معرفش، بس بيقولوا عليه آشم، يعني لماذا كنت بحاجة لمثل هذه الفترة الطويلة من الوحدة بعد حياتك في المغرب؟ ليه كنت محتاج فترة طويلة كده؟ المريض، أنا روح واقية. شو بقى، احنا نوصل بقى للموضوع التاني اللي هو ايه، ما هي الروح الواقية؟ اوكي، نجاوب عليها دلوقتي. يقول أنا روح واقية، إيه هي الروح الواقية؟ هيشرحها دلوقتي. أنا روح واقية وطاقتي لم تتعافى بعد من آثار هذه الحياة، الحياة طبعا اللي هو عاشها في المغرب وتوفى شهيد يعني، فشفنا إيه الآثار اللي في جسده، يعني في الطاقة بتاعته كلها متلخبطة يعني. دكتور نيوتن بيسأله بقى، ما هي الأرواح الواقية؟ المريض، نحن نحاول حماية هؤلاء الذين لابد من المحافظة على طيبتهم الفطرية ورغبتهم الشديدة في تحسين حياة أعداد كبيرة من الناس على الأرض. فالأرواح اللي هي الأرواح الواقية دي هي أرواح ممتازة جدا جدا، بتيجي بتضحي بنفسها، بتساعد على تحرير الناس، ناس طيبة، ناس على غلابة. فبتيجي الأرواح دي اللي عندها الشجاعة وعندها سعد زغلول والناس دي، أحمد عرابي، فالناس دي بتيجي وبتضحي بنفسها، بتعرض نفسها للخطر، ممكن تتقتل والحاجات دي كلها، لكن هو بيقود الشعب ويلا بينا ويعمل الثوره، وبيحافظ على الناس الغلابه، الناس اللي ما عندهاش الايه الحاجات دي كلها. فدي اسمها ارواح ايه؟ ارواح واقيه، دي بتنزل على الارض، بتيجي على الارض علشان تساعد، والا هتلاقي البلد تستسلم ويبقى عبيد عند الاخرين، وده مش كويس يعني. فدكتور نيوتن بيسأله بقى، من الذي حميته في المغرب؟ انت حميت مين في المغرب؟ المريض، قائد حركة المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، ما سلمهوش، كان أكثر فعالية
في مساعدة شعبنا على القتال من أجل الحرية بسبب سنوات التضحية التي عشتها. شوف، هو ما سلمش حد يعني. دكتور نيوتن، يبدو كأن هذه العملية تتطلب الكثير. أتعمل عادة مع الحركات السياسية والاجتماعية في حياتك؟ دايما أنت بتكرر الموضوع ده، بتيجي تساعد سياسيا اجتماعيا عشان تساعد الشعوب على التقدم؟ ما غيرتش الشاشة، أنا بغلط أنا في الموضوع ده. من الذي حميته في المغرب؟ المريض قائد حركة المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، كان أكثر فعالية في مساعدة شعبنا على القتال من أجل الحرية بسبب سنوات التضحية التي عشتها. دكتور نيوتن، يبدو كأن هذه العملية تتطلب الكثير. أتعمل عادة مع الحركات السياسية والاجتماعية في حياتك، في كل حياتك، لأنك أنت روح واقية يعني؟ نعم، وفي الحرب نحن محاربون من أجل المصلحة العامة. وهنشوف الأرواح دي ما هيش أرواح عدوانية يعني تخش البلاد وتقتحم وتغتصب والحاجات دي، لا، دي أرواح جميلة جاية تدافع، مش جاية تهاجم يعني. هو يشرح دي برضه. نعم، وفي الحرب نحن محاربون من أجل المصلحة العامة. دكتور نيوتن، ما هي الميزات التي تملكها الأرواح الواقية كمجموعة؟ المريض، نحن نتميز بمثابرتنا الدائمة وبالهدوء تحت قصف المدفعية في الوقت الذي نساعد فيه الآخرين الذين يستحقون المساعدة. دكتور نيوتن، إذا كنت تتحدى أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الضرر بمن تريد حمايتهم، فمن يقرر إذا كانوا يستحقون ذلك؟ يبدو لي أن هذا الأمر مبني على قرار شخصي. يعني الناس اللي أنت بتساعدهم دول، والناس اللي في المغرب والغلابة دول وكده، أنت بتساعدهم على أي أساس؟ يمكن هم ما يستحقوش. ده مشكلة إيه؟ عمنا مايكل نيوتن. فشوف الروح الواقية ده هيرد يقول ايه. المريض، صحيح، ولهذا السبب، نخليها في الأول كده، صحيح، ولهذا السبب نمضي بعض الوقت ونحن نحلل في أي ظروف يمكن أن نستثمر بالطريقة الفضلة من أجل مساعدة الناس. هدفه ينزل على الأرض يساعد الناس ويضحي بنفسه ويحارب وكل ده. يمكن أن يكون عملنا هجوميا أو دفاعيا بتبعاته، ولكننا لا نشارك في أي عمل عدائي ليس له مبدأ. يعني مش هيروح يعتدي على بلد، مش هيروح يسرق الأطفال، مش هيروح يعمل الحاجات الغبية دي، لكن بيروح يساعد شعب ضد مستعمر. واخد بالك، دخلت فرنسا، دخلت انجلترا، بهدلونا، ايطاليا، في ليبيا وكده، فاتبهدلنا كتير وما زلنا بنتبهدل برضو من الشعوب دي، لان احنا غير متوحدين. المفروض يبقى عندنا وحدة بصحيح، ونقدر ايه نقاوم الناس دي حتى اقتصاديا وكده. البلاد بتاعتنا كلها متفككة، أفريقيا كلها متفككة، وده غباء شديد جدا. ما زلنا نخضع تحت الأمريكا وتحت الصين وتحت الناس دي كلها. ليه احنا ما نبقاش زيهم يعني؟ يعني لو احنا تعاوننا بدل السرقة والنهب والحكومات الغبية دي، احنا ممكن نحول أفريقيا لأوروبا جديدة. ليه لا؟ ونعيش بطريقة مودرن وممتازة يعني. أوكي؟ أوكي. الدكتور نيوتن بيسأل بقى، حسنا، لنتحدث الآن عن استنزاف الطاقة، طاقة الروح بقى الخاصة بك بعد هذه المساعي، بعد كل التعب ده، لماذا لم يعدك حمام الشفاء أو بعض مراكز الترميم الأخرى إلى وضعك الطبيعي؟ نشوف هنا، زي فاكرين احنا في المحاضرات اللي فاتت من دراسة الكتاب ده،
بيشرح ازاي الناس بتعمل ترميم الطاقة، يعني الروح بيبقى تعبان، بيبقى عنده مشاكل، بيموت وهو مريض و و و بيحصل عملية ترميم الطاقة. فهي دلوقتي بقى بيسأله الحمام اللي انت خدته للطاقة والناس اللي حاولت تساعدك دي ما خلتش يعني تخرج من المشكلة دي بسرعة؟ نشوف الإجابة. المريض يضحك: أنت تسميه حماما وأنا أسميه مغسل سيارات، إنه أنبوب متموج. بيشرح إزاي الموضوع ده، إنه أنبوب متموج يدلكك بالطاقة الإيجابية من الجهات كلها مثل فرشاة لغسيل السيارات. أخذت للتو عدد قليل من طلاب السكر إلى هذه العملية بعد حياتهم الماضية وهم يختبرون شعورا رائعا. يعني عملية الغسيل دي وضخ الطاقة والحاجات دي الإنسان بيحس فيها بسعادة، مش زي ما يكون مثلا في مستشفى وبتعالج وحاسس بتعب، لا ده بيتحسن باستمرار، بيبقى كويس باستمرار، فبيقابل الطاقة دي بسعادة. يعني دكتور نيوتن، إذا لماذا لم يساعدك مغسل السيارات اللي هو أنبوب الطاقة ده؟ المريض بجدية أكبر: لم يكن حتى كافيا، مع إني تخلصت من الشوائب السلبية الأساسية. لا، لقد تأثر جوهر كياني بفعل التعذيب الذي عشته وقسوة تلك الحياة. دكتور نيوتن، إذا ماذا تفعل؟ المريض: أرسل الطلاب بعيدا وأذهب إلى ملاذ حيث يمكنني الاتصال الكامل بنفسي. شو بقى، بيروح للوحدة بقى، يعني شو كان بيجيب طلاب عنده بيساعدهم، يعني ما زال يعمل في عالم الأرواح، يعمل لهم الغسيل والطاقة لأنه هو روح متقدمة، لكن لسه حاسس ان هو من التأثير من الحياة اللي هو عاشها والتعذيب والقرف ده كله. فايه اللي بيحصل؟ بيحس يقعد لوحده، سيبوني لوحدي يعني، فبيروح يعيش مع نفسه. ليه؟ افهم بقى، هيشرح بقى. دكتور نيوتن، من فضلك أخبرني كل ما تستطيع عن هذا المكان وماذا تفعل هناك؟ ليه بتقعد في المكان المنعزل ده لوحدك؟ يعني اوصف لي المكان، أنت بتعمل إيه في المكان ده؟ المريض: إنه كناية عن علبة مظلمة، زي ما تكون علبة مظلمة، حجرة مظلمة، يسميها البعض غرفة النوم حيث يستريح كثيرون، لكن في الواقع لا يرى بعضنا بعضا، يعني قاعدين كل واحد مع نفسه، محدش شايف حد. أشعر الآن بوجود حوالي 20 غيري، يشعر إن في 20 واحد غيره موجودين في المكان ده. نشعر بأننا متعبون وليس لدينا رغبة في التواصل مع أي أحد لفترة من الوقت. الرعاة يتولون أمر رعايتنا. مين هم الرعاة دول بقى؟ اللي هم الجزء الثاني بتاعنا، اللي هم أرواح رعاة الحياة. شوف مين بقى، في أرواح بتعتني بالناس اللي موجودة في الوحدة دي. شو لو أنت تيجي بقى تشوف، يعني من خلال الدراسات بتاعتنا دي، لما تيجي تشوف عالم الروح، عالم الروح عالم جميل، عالم كل الناس بتساعد يعني، ولذلك أنت هتلاقي نفسك ليك فايدة في عالم الروح، دايما بتساعد، دايما بتعمل في كل الأرواح المتخصصة دي، كل واحد له عمل معين بحيث إن المدينة تشتغل، واخد بالك؟ وليها رئيس ومجلس إدارة وكل شيء زي الأرض كده، لكن راقي جدا جدا جدا، وأقسام، ومين المختص بدي ومين المختص بدي، علشان الحياة حياة زي الحياة المادية بتاعتنا دي تمشي يعني. اوكي الدكتور نيوتن، الرعاة بيقول له: شوف الرعاة يتولون أمر رعايتنا. فبيسأله بقى، بيقول له: الرعاة ومن هم؟ مين هم الرعاة؟ المريض: رعاة الحياة بارعون في عدم التدخل. يعني شوف الروعة بتاعتهم، عارفينك ان انت محتاج
الراحة ومحتاج العزلة ومحتاج إنك تحمل الطاقة دي بالراحة ومع نفسك وتعمل تأمل وكده، ما بيسيبوك بطريقة فنية يعني، لكن بيساعدوا هو يشرح دي. فهو إيه آخر حاجة إحنا قريناها؟ الرعاة يتولون أمر رعايتنا، اللي هم الـ20 اللي هو حاسس بيهم دول. دكتور يهود الرعاة، ومن هم؟ المريض، رعاة الحياة بارعون في عدم التدخل، تكمن مواهبهم في إسعافنا من دون التدخل على الإطلاق في أفكارنا. هم الأوصياء على غرفة النوم، هم اللي بيتحكموا في الغرفة دي. ملاحظة، على ما يبدو يعني ولا يعني يعنى رعاة الحياة بالتخصصات الفرعية ضمن مراتب معلمي الترميم، يعني دول تخصص للمساعدة في الأماكن دي زي المعلم الترميم في نفس المستوى يعني. لديهم أسماء أخرى، ولكن الحياد يعني تسهيل الشفاء بطريقة غير مباشرة ومن دون أي اتصال. شوف الأرواح دي اللي هم الأرواح رعاة الحياة، هم بيسهلوا عملية الشفاء، عملية تحويل الطاقة دي بدون ايه التدخل لا في الافكار، وما حدش بيحس بيهم. اوكي، يعني تسهيل الشفاء بطريقه غير مباشره ومن دون اي اتصال. يقول مارداي ان هذه الكائنات، عشان بس اشوف انا فين، ان هذه الكائنات مكرسه للسكون المطلق والطمانينه ازاء الارواح في طور العنايه. شوف ازاي بقى، شوف الارواح دي ايه. يقول مرداي ان هذه الكائنات مكرسه للسكون المطلق والطمانينه ازاء الارواح في طور العنايه. انا بشوف ناس بتسالني كتير، يعني ممكن العب في عالم الروح، يعني ممكن انعزل مش عايز اكلم حد، سيبني لوحدي، عايز انام، سيبني مش عايز ارجع الارض. هل ده ممكن؟ ممكن لحد ما انت خد وقتك، يعني محدش بيجبرك على اي شيء لحد ما انت تطلب، لحد ما انت تطلب. بس هم بيحاولوا يساعدوك بطريقه غير مباشره، لكن مش هيزعجوك يعني، بيسيبوك من بعيد لبعيد زي ما احنا بنقول. دكتور نيوتن، ما هو شكل هؤلاء الاوصياء الساكنين؟ شكلهم ايه؟ المريض باكتضاب، هم ليسوا ساكنين، مش هم حاله ساكنه يعني. الصورة التي أستطيع أن أعطيك إياها عنهم هي أنهم على شكل رهبان يتجولون في صومعتهم، يرتدون أولئك الرعاة عباءات ويضعون غطاء على وجوههم بحيث نعجز عن التعرف إليهم أو عليهم يعني. أفكارهم مغلقة ولكنهم يقظون، يراقبون بدقة. أوكي، فالناس دي، الناس دي زي ما يكونوا رهبان ماشيين عليهم كابوس، مش باين وجوههم وما بيزعجوش حد، ماشيين بهدوء كده، مش عايزيننا نتعرف عليهم ولا نتكلم معاهم. ليه؟ بيحترموا اللحظة اللي احنا فيها، بيحترموا اللحظة اللي الروح دي محتاجاها. دي الفكرة، هي دي، مش عايز يزعجك. انت مش قلت مش عايز تنزعج؟ مش هنزعجك، ما تخافش يعني. دكتور نيوتن، إذا كل ما يفعلونه هو مجرد مراقبتكم بينما أنتم ترتاحون؟ المريض، لا، ما زلت لا تفهم ما أقصد. يملكون مهارة كبيرة في الاعتناء بنا، اهتمامهم الوحيد هو التنظيم السليم وضخ الطاقة المخزنة في عالم الروح قبل الذهاب إلى الحياة المادية. دي أنا سمعت عنها برضو، وحتى شفناها في حلقة فاتت يعني، إن لما يجي شخص يتولد بيبقى عنده طاقة كبيرة جدا. مش هقدر أقول لك يعني، تخيل أنت عندك معرفش 1000 طن طاقة أو حاجة زي كده مثلا، فألف وات ولا حاجة، فأنت بتنزل على الأرض مش محتاج كل الطاقة دي، فبتسيب جزء في عالم الروح وبتنزل. لما تيجي ترجع بتعمل نقل، زي ما يكون نقل دم كده، حتى هو هيعبر عن الموضوع ده، هيبتدي يضخ الطاقة اللي سابها دي اللي هي بتاعته، بتاعت شخصيته،
تنضم ليه من جديد يعني. اوكي نشوف ازاي دي. ما زلت لا تفهم ما اقصد. يملكون مهارة كبيرة في الاعتناء بين اهتمامه الوحيد والتنظيم السليم وضغط الطاقة المخزنة في عالم الروح قبل الذهاب إلى المخزن تبعنا، الطاقة بتاعتنا قبل ما ننزل الحياة المادية. دكتور نيوتن بيقول: لقد سمعت الكثير عن هذه السمة الخاصة بالروح لتقسيم نفسها. لماذا لا تستطيع الذهاب ببساطة إلى منطقتك الروحية الخاصة وأخذ الكمية الباقية من طاقتك الخاصة ودمجها معك؟ أو لماذا لا تتيح لفريق معلمي الترميم تجديد طاقتك الملوثة؟ ليه أنت ما تعملش الموضوع ده؟ يعني روح وخد الطاقة وخلص نفسك، ليه تنعزل؟ ليه تقعد؟ ليه تقفل على نفسك؟ الفكرة بتاعت الدكتور ده هي دي. فالشخص بقى بيقول له: شوف، يأخذ نفسا عميقا ويقول: سأحاول أن أشرح لك ذلك. بالنسبة إلينا كل هذا غير ضروري، ما نريد علاجه ببطء هو تأثير الشوائب واستعادة طاقتنا النقية المرتاحة بطريقة صحيحة. يساعدنا رعاتنا في استعادة طاقتنا، يعني في الحالة بتاعتهم دي الطاقة لازم ترجع واحدة 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 بالتدريج، مرة واحدة مش هتنفع، خد بالك. فبيقول له الموضوع ما فيش في عالم الروح معجزات، زي الارض كده، ما فيش حاجه اسمها معجزه، ما فيش حاجه مثلا وليكن ملاك فكان ملاك ويجي شخص يرتاح في ساعتها كده، كل شيء بياخد الوقت بتاعه، بياخد مجراه، وحسب درجه إعادة الترميم، حسب درجة الحاجة الطاقة، الحاجات دي كلها ليها إيه تنظيم. أنا بتكلم من تصوري، هو بيتكلم من تصوره، بنجمع المعلومات، لكن أكيد كل شيء منظم. يعني كل الأرواح اللي بتيجي بتحاول تشرح على قد ما تقدر، بس شيء منظم جدا 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 يعني. أوكي دكتور نيوتن، الأمر أشبه بعملية نقل دم من بنك الدم الخاص بك، مش هو ده يعني زي ما تكون بتنقل دم يعني؟ يقول: نعم بالضبط، بدأت الآن تفهم. نحن لا نريد حصول ذلك بسرعة، يعني الشخص نفسه مش عايز يحصل بسرعة، كما لسنا بحاجة إلى ترميم كبير، مش محتاجين للترميم اللي إيه اللي يفكك الروح، فاكرين زي المرة اللي فاتت ويعيد ترميمها. لسنا بحاجة إلى ترميم كبير، تصلنا دفعات بطيئة من طاقتنا الخاصة بناء على مدى أنا لا آسف آسف تصلنا دفعات بطيئة من طاقتنا الخاصة بنا على مدى فترة طويلة لمزيد من المرونة. نريد القوة ذاتها التي كانت لدينا قبل اختبار حياة قاسية وأكثر من خلال ما مررنا به في التجربة المادية. فالموضوع محتاج وعي، محتاج وعي. الضخ ده لازم يكون بطيء ومستمر بهدوء في حالة انسجام زين. دكتور نيوتن، ما هي المدة لفترة شفائك في هذا الملاذ بحسب سنوات الأرض؟ محتاجين مدة انتوية، من الصعب التحديد 25 50 سنة، ده لو انت أستاذ بالأرض، لكن عالم الروح عالم الروح، ما فيش المقياس حكاية اليوم 24 ساعة والحاجات اللي احنا عارفينها دي بسبب الأرض. يعني نريد دائما أن تكون الفترة أطول، لأن الرعاة يستخدمون تردد التذبذبية الخاصة من أجل تدليك طاقتنا، وهو أمر رائع. الرعاة كائنات شديدة الحيوية، وهم لا يريدون أن يراهم أو يتحدث معهم أحد، لكنهم يعرفون إننا شاكرون لرعايتهم. يعرف الرعاة أيضا متى يحين الوقت المناسب لكي ننضم إلى أصدقائنا ونعود إلى العمل. يضحك عندئذ يدفع بنا خارجا، يعني يزقونا إيه اخرجوا. هم عارفين الوقت المناسب
دلوقتي انت دقيت لك طاقه كويسه، اخرج بقى من العزله دي. لذلك يقول لك يدفع بينه، بيضحك بيقول يدفع بيزقك وتخرج بطريقه بحنان. يعني الناس دي مش يجي يزقك يعني يضربك على يعني حاجه زي كده، يعني بيشجعك انك تخرج، مش عايز يزقك كده بضحك زي ما يكون صديق معاك. يعني تعلمت من هذه الحالات المماثلة، دلوقتي بقى كلام لمايكل نيوتن، تعلمت من هذه الحالات المماثلة إن أحد الأساليب الفضلة لإصلاح الطاقة المتضررة يكمن في الحصول عليها من جديد وببطء. كثيرا هي أرواح الوحدة المتطورة جدا التي لا تتطلب الترميم في مناطق الشفاء الطبيعية. بإمكان هذه الأرواح أن تكون شديدة الثقة بنفسها. اعترف آشم بأنه أخذ تقريبا 50% فقط من طاقته إلى المغرب، فيما كان عليه أن يشحن طاقته أكثر قبل أن يقصد تلك الحياة. سيتناول القسم التالي الموضوع اللي جاي بقى، احنا كده خلصنا الموضوع. سيتناول القسم التالي موضوع المعالجين الكوكبيين اللي بيأتوا من كواكب أخرى، الذين يعملون في البيئات المادية بينزلوا على كوكب الأرض. بما أن هذه الأرواح لا تزال تتقمص عموما، لا يعتبر مرضاي إنها من المعلمين، ويشمل ذلك الأرواح المحولة التي سيرد ذكرها في الحالة التالية. أما العمل الكوكبي فقوامه التعرف إلى الكثير من التخصصات، وهو أيضا المكان الأساسي للتدرب لهذه الأرواح المتطورة. أوكي، هنا بقى بتيجي بقى إيه شفاء الطاقة على الأرض، معالج الجسد البشري، ودي نشوفها في حلقة قادمة. فإحنا النهاردة إحنا شفنا مع بعض إن الجندي اللي هو المغربي دول إنسان ممتاز جدا، روح واقية. عرفنا إيه هي الروح الواقية اللي بتنزل بتضحي بنفسها من أجل الآخرين، دايما بتتعامل في شيء مثالي، في شيء حق، يعني بيجيب حق الآخرين، لا بيحبش يعتدي على الآخرين، أو ما بيحبش يخش في جيش، ما بيحبش هيشترك مثلا مع الحملة الفرنسية عشان تيجي تغزو المغرب. ده مش روح واقية، ده روح مدمرة، روح شريرة، فده غيره. يعني الروح الواقية اللي بينزل عشان يدافع، خد بالك، عشان يساعد الناس اللي حواليه ان هي ترتقي، خد بالك، ويضحي بنفسه. وناس ممتازة جدا، ولذلك يمكن الطاقة بتاعته تتبدد وبيرجع هناك وهكذا، وبينزل في حيوانات أخرى بغرض ان هو يساعد الشعوب دي المنكوبة. يعني خد بالك دي أرواح جميلة جدا جدا. أيضا شفنا عملية إن الإنسان ممكن يتولد ويسيب جزء من طاقته في عالم الروح، زي ما بقول لك هو خد فقط 50% من الطاقة بتاعته، ساب طاقة موجودة هناك، فلما رجع عالم الروح إيه اللي حصل؟ عمل الضخ، بياخد الإيه زي ما يكون واحد ساب نقل دم، ولما يجي يحتاجه يبتدي يضخ نفس الدم بتاعه لنفسه. يعني زي ما يكون واحد بيتبرع بدمه في بنك الدم، ولو حصل له حاجة الدم بتاعه يتنقل له مثلا. يعني دي فكرة يعني، وهكذا يعني. فإن شاء الله نشوف لكم المرحلة الجاية. عايز أسجل حلقة بكرة أو بعده عن حرية العقيدة، وإن إحنا مش لازم نرغم الآخرين، ونتعرف إيه هي العقيدة الحقيقية، أو نقدر نسميها سيدين الحق، إزاي تعرف إن المذهب ده حقيقي والحاجات دي كلها. أوكي، طبعا أنا ما طلبتش منكم أي حاجة لحد دلوقتي، أتمنى منكم ببساطة كده اعمل لايك، ما عجبتش الحلقة ديزلايك، واخد بالك، اكتب تعليق هحاول ارد عليك، هحاول اعمل لايف معاكم لما تتحسن الانترنت يمكن الجمعه الجايه، في عندنا امطار شديده جدا ورياح والحاجات دي، فمش قادر اعمل لايف يعني، لكن قريب هنعملوا اللايفات دي عشان تقدروا تتكلموا معايا.
اتمنى يكون الموضوع عجبكم، خلى عندكم فكرة ايه هو عالم الروح. ما نخافش احنا من عالم الروح والحاجات دي، لانه عالم جميل، عالم مطمئن، والناس اللي موجودين هناك ناس عندهم خبرة وعندهم حنان وعندهم يعني عايزين يساعدونا، يعني ناس عندهم مساعدة. فانت ما تخافش من عالم الروح، ومفيش حد بيموت يعني، بيروح هناك بيستقبلوه كويس جدا جدا مهما عمل يعني. حتى في ناس بتسألني طب والأشرار، طب بيبقى عنده طاقة سليمة بيحاولوا يتخلصوا منهم. في سؤال جالي يمكن أجاوب عليه على السريع، طب ليه بيجيبوا ناس بتنزل عايزة بتقتل وتستعبد الناس، وناس متوحشة وناس بتسبب، هم ده احنا يعني. احنا في لاحظ الناس الموجودة على الأرض كلنا في نفس المستوى تقريبا، واخد بالك؟ بنتحسن شوية شوية الوعي الجمعي ده، لكن ما هوش بسهولة. حاول انت تقنع حد كده ان احنا ممكن نتعاون مع بعض ونقعد، يعني حاول انت تدعي شخص معين ان انت تقعد معاه بسلام ومحبة وتعاون والحاجات الجميلة دي، بتلاقيه بيبعدك بتخرف، بتقول ايه احنا الحياة كده وقرف، احنا لازم، ويروح يجور على الناس ويعمل هو يتقرف ويقرف غيره يعني. وطالما احنا اغبياء فهنفهم مع الوقت بالايه، بتعب القلب، تلاقي الشعب بيعاني يعاني يعاني يعاني، دي مدة طويلة جدا جدا. ليه؟ لان احنا كلنا في نفس المستوى الهبل ده، ولازم يسمحوا لنا ننزل، لان احنا لازم نتطور والا هنفضل محلك سر. لكن الانسان لما بيجي ما بينزلش يقول لهم انا بقى ايه، انا هنزل اقتل واغتصب واعمل، لا ما بيسمحلوش يجي، بالعكس هما بيساعدوه هناك، بينضفوه، بيعملوا معاه اتفاق ان هو المره دي هينجح، هنساعدك وهتنزل وهتعمل الخير و و و. لكن يقول لك ايه، ديل الكلب عمره ما يتعدل في مصر بيقولوا كده. فبتلاقي الشخص الشرير ده عنده الحاجة دي في دمه يعني، واخد بالك؟ ويجي يتولد بعد ما يخش بقى في المراهقة والحاجات دي، بيرجع لإيه؟ لحياته يمكن بدون ما يشعر، فبيرتكب الحماقات دي وبيرجع يندم تاني، فبيسيبوه فترة طويلة يحاولوا يصلحوه. ما تفكروش العملية دي سهلة، عملية صعبة جدا، ما فيش ماجيك يعني. في ناس يقول لك طب ليه ربنا ما يعني عايز ربنا يعمل سحر يسحرك عشان تبقى انت ايه، تبقى كويس؟ لا لا، ده انت هتبقى كويس مع نفسك، في ناس هتساعدك تبقى كويس، زي ما انت بتساعد الطالب بتاعك يبتدي يفهم الحساب يفهم الجبر. مش هتيجي انت مثلا يقول لك طب ليه ما احنا ما نخترعش شيب كده كلها فيها كل التعليم وفيها كل حاجة ونحطها في دماغه، هو يبقى كمبيوتر كده ويتصل بالأعصاب وكده. في ناس بتفكر كده وخلاص، تبقى انت طبيب وانت عندك 5 سنين، هل ده يعني يعقل؟ هل ده هينفع مثلا طفل عنده 5 سنين هينفع ان هو يبقى جراح مثلا؟ صعب، لازم كل شيء ياخد وقت ويدرس، وفي ناس هتساعده ويدرس. عملية صعبة عشان يصل إلى درجة الجراح دي. نفس الشيء إحنا علشان نتحسن ونتقدم، اللي أنت ضدهم دول غاضب، دول الناس دول إزاي ويستحقوا كذا والنار والحاجات دي، هم أنت في الماضي يعني. حتى لو أنت كويس دلوقتي وبتدعي على الآخرين وعايزهم يروحوا ويعملوا، أنت بتاخد اللي أنت عملته، أنت بتتأثر بالعملية الموجة دي. في المرحلة دي ان انت بتغاظ من الناس اللي بتعمل الشر، انت كده بترتقي، انت بتبتدي تفتح الوعي بتاعك ان احنا مش لازم نعيش في شر، مش لازم نقبل الشر بطريقة طبيعية، وان احنا لو تعاوننا مع بعض احنا ممكن نخلي حياتنا جنة على الارض وهكذا. فما تفكرش العملية دي سهلة، طب ليه ربنا ما خلقش يبقى عايز يعمل ايه، مصنع روبوتات يحطوهم كل شيء متبرمجين ماشيين ببرمجة، مفيش حاجة اسمها حرية اختيار وهكذا. هنتكلم أنا على حرية الاختيار في حلقات قادمة برضو.
ونشوف الحرية بتاعتنا مطلقة ولا بتاع ولا نسبية ولا إيه الموضوع، هل إحنا مسيرين، إيه هو القضاء والقدر، الحاجات دي هنكملها في كتاب الأرواح في الفصل اللي إحنا فيه. شكرا جزيلا، لايك شير دعم إذا أمكن، وشكرا جزيلا، إلى اللقاء في حلقة قادمة. سلام سلام.